يا صباح الفل عليكم، يا صباح الجمال، يا صباح الياسمين، يا صباح الورد. طبعا انا بكلمكم دلوقتي والساعه حوالي بتاع 8 الصبح او 8 الا، هنعمل روتين كده يومي اللي هو روتين يوم العمل في مترو الانفاق. طبعا دلوقتي لابس ورايح الشغل وصاحي متكتك والجو تلج ومتعرفوش بصراحه، يعني يعلم ربنا. انا طبعا قفلت الباب اهو، خرجت من باب الشقه من هنا حسيت بتلج. خليكم معانا. طبعا احنا ماشيين في الشارع وعايز اقول لكم الجو تلج جدا جدا. طبعا احنا ماشيين في الشارع دلوقتي جو تلج، طبعا اكل عيش بقى، نعمل ايه بقى، لازم الواحد يستحمل الجو دوت. خليكم معانا. طبعا نشتري بقى اي حاجة كده نغير بيها ريقنا الصبح. طبعا ما بفطرش الفطار اللي هو الصح دوت الصبح في الشغل والكلام ده كله. خليكم معانا. طبعا بعد ما اشترينا قرص كده سكر، قرص بعجوة، لا 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 الشغل في الشتاء صعب يا جدعان، والله الشغل في الشتاء صعب والله، يعني الناس اللي بتنزل الصبح دي وانا طبعا من ضمنهم. هنعمل بقى اكل العيش مر. طبعا احنا افطرينا دلوقتي الميكروباص عشان رايحين محطة مترو المعادي وهنبصم وكده وبتاع. طبعا خليكم معانا وتبقوا معانا لحظة بلحظة في الفيديو ده. طبعا احنا ماشيين في الشارع، الشارع طويل. جو تلج يا جدعان والله. لا شهر واحد معروف، يعني معروف ان هو بسم الله ما شاء الله يعني تلج. انا حبيت اشغل الحنفية طلعت يعني مش قادر اقول لكم تلج، رحت مشغل الميه السخنه بعد كده. طبعا كل ده لسه في الشارع، افطرينا على الميكروباص. خليكم معانا. طبعا احنا افطرينا للميكروباص دلوقتي، الميكروباص المعادي زي ما انتم شايفين هناك اهو. الميكروباص طالعين على المعادي. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا افطرنا المعادي. انا بكلمكم الشباك مفتوح والتلج داخل عليا، يعني يا لهم ربنا كل ده عشان خاطركم انتم. خليكم معانا. طبعا افطرينا برضو، يا رب نوصل بس بدري عشان خاطر البصمه اللي احنا بنبصمها ديت اللي عملوها جديده، ربنا يسترها يا رب ونلحق بس. يا مساء الحال. طبعا احنا كده قربنا على شارع 77 في المعادي، ربنا يسترها كده ونوصل بدري. شايفين يا جماعة السماء مغيمة ازاي، ربنا يستر شكلها هتمطر النهاردة. طبعا ده احنا في كده في ميدان سويرس داخلين على المعادي. طبعا ده الشارع اسمه شارع دمشق. خلاص قربنا على محطة مترو المعادي. يعني
الحمد لله على سلامة الوحوش، وصلنا بالسلامة. طبعا احنا كده في شارع 9 في المعادي. طبعا بصور لكم عشان النهاردة جمعة، فطبعا الدنيا هادية شوية، غير كده مش هعرف صور لكم الفلوج ده ابدا. ليه؟ لان انا قاعد في منطقة شعبية، فاهمين؟ طبعا احنا في شارع 9 دلوقتي حاليا زي ما انتم شايفين كده. ده كشري هند. تمام، ده لسه فاتح جديد برضو، كشري محترم وكويس. طبعا ده المكتب البريد، طبعا انتم شايفين كده. طبعا ده كنتاكي، هو برضو كل ده في شارع 9. شارع 9 طويل طبعا، ماسك من هدايا المعادي لحد سكنة المعادي. ووصلنا اخيرا طبعا عند محطة المترو زي ما انتم شايفين كده. هنخش بقى محطة المترو عشان خاطر ندي البصمة بتاعتنا ونطلع بقى على شغلنا. طبعا داخلين على محطة المترو. طبعا احنا كده في محطة المترو. طبعا كده احنا في محطة مترو المعادي زي ما حضراتكم شايفين كده. الساعة كام؟ يا لهوي، الساعة 9 إلا ربع. حلوة برضو، وصلنا قبل ميعادنا ربع ساعة. وقت انا اسلم. يا عربي عامل ايه؟ طبعا ده واحد زميلنا في الشغل، خليكم معانا. طبعا داخلين زي ما انتم شايفين كده. صباح الخير. طبعا داخلين نبصم زي ما انتم شايفين كده. السلام عليكم. طبعا نبصم تسجيل خروج يا عم، تسجيل وصول. طبعا نستنى لحد ما تشتغل تسجيل وصول. محمد جمال فتحي، شكرا. طبعا هنروح بقى ناخد طبعا ايه حاجتنا، وهنعرف بقى اذا كنا شغالين في محطة ايه النهاردة. وبكده خلص معانا الروتين اليومي بتاع المترو، واشوفكم في فيديوهات قادمة مع يوميات محمد جمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.